ديال رحيمي، اسيست ديال بن حليب وبوطيب، راه كان هجوم مرتد. هذاك هو البيت اللي كاين في الاسبوع هذا. هو الفرقه اللي بنت لي في هذه الدوره خمسه هي الرجاء، نادي الرجاء البيضاوي ونادي وداد البيضاوي، ويدوزوا مرتد مزيانين. واه نقول لك علاش، والرجاء تبارك الله راه ولاد الفرقه بخير ولا خير، والولاد تاهي راه غادا بشويه بشويه مع المدرب دابا الجديد، بداو الدراري كيتفاهموا وداك الشيء، غتكون ان شاء الله تاهي مزيانه. احسن هدف هو ديال نادي الوداد البيضاوي، ديال الرجاء هو الاول، عاش النادي رحيمي. احسن هدف في البطوله صراحه هو الهدف ديال رحيمي، ومن موراه جا الهدف جوج اهداف ديال الفحلي، هما صراحه الاهداف اللي كانوا في المستوى في هذه البطوله. دابا اللاعب اللي كان صراحه متوهج وكيعطي ديما العطاء ديالو مستمر هو سفيان رحيمي. كاين لاعبين اخرين عندهم عطاء متذبذب بحال الفحلي تاهو عطاء ديالو متذبذب، مره كيكون في الاوج العطاء مره كيكون ناقص، هذه المره كان في الاوج العطاء ديالو.